قوي خوفتهم منك. هل النصر مستعد للديربي المنتظر؟ سؤال محير، فالكل جديد في العالم، الرئيس جديد والمدرب جديد، وعلى الأقل 4 لاعبين من التشكيلة الأساسية المتوقعة وصلوا حديثا، وحتى محمد السهلاوي المختص في هز شباك الهلال غائب للإصابة. أولويات الإدارة النصراوية ما هي؟ هل خططت لكسب ود جماهيرها؟ فالفوز على الهلال المتصدر بطولة للنصر، خاصة وأن النصر يتأخر عن جاره في الترتيب ب12 نقطة. هنلعب للفوز أكيد، مباراة جماهيرية لها 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 قيمة ومعنى، ولكن ليست هي الغاية وليست هي طموحنا. طموحنا هو كأس الملك. أنا سبق قلت أن المباريات القادمة اللي هي الأحد اللي راحت والهلال والباطن في الدوري، بعدها عاد الباطن في الكاس، فالثلاث مباريات اللي في الدوري هي بالنسبة لنا أفضل فرصة. عشان كذا اخترنا تغيير الجهاز في هذا الوقت، أن المدرب يتأقلم، اللعيبة الجدد يتأقلمون، نجي لمباراة الكاس في كامل استعداداتنا وانسجامنا. فالديربي مهم لكن ليس الأهم. خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أكد مدرب النصر الجديد بأن الأفضلية قد تكون لرامون دياز في الظاهر، ولكنه لفت الأنظار لأن الهلاليين لا يعرفون طريقة لعبه، وهو ما يسهل عليه مفاجأتهم في القمة. أتوقع أنه البعض يقول أن النصر خرج من المنافسة، الدواري السابقة أدل دليل أنه المنافسة تستمر إلى آخر 3 جولات، فأنا أظن أن الكرة ما زالت في الملعب، يوجد تنافس ما بين 5 فرق، لم ينتهي الدوري. يا لها من أجواء في ديربي الرياض الكبير اليوم، النصر والجماهير. أنا متفائل أنه النصر الجديد يقدر ينافس الهلال في المباراة، عكس ما كان عليه الذهاب. النصر كان ما كان مقنع في مباراة الديربي الأولى، أنا علقت فيها ضد الهلال. الآن النصر مع مدرب جديد في حالة معنوية جيدة، وطبعا الهلال متصدر، مباراة تعني له كثير، وهذه كلها معطيات مهمة، حوافز مهمة انه نشوف مباراة قمة. أجمل ديربي ممكن أن تشاهد هذه الليلة، لأنك في أول دقيقتين 1-0 الآن، اشتعل يا أجواء يا مدرجات يا هات يا لاعبين. التشكيلة المتوقعة ستضم وليد عبد الله في حراسة المرمى، وأمامه برونو وهساوي والعبيد وسهيل. خط الوسط سيضم ساسي وغالب وفوزير والفريدي، يتقدمهم ليوناردو وكابانانجا. فهل ينعش النصر آماله في العودة من بعيد؟ وهل يقدم خدمة الموسم للأهلي؟ أتمنى لمصلحة الأهلي النصر. يا هو يزعلوا عليك الهلاليين، ها؟ ما يزعلوا، هذه مصلحة. أنا توي أتكلم مع الأمير نواف، قال لي، هو قال الكلام هذا، قال لي شعورك يوم الخميس زي شعوري أمس، إنه هو كان يتمنى أن الاتحاد يفوز، فقال لي أكيد شعورك زي ما كان شعوري أمس. قلت له أكيد، يعني ما في اختلاف. الديربي مع كل كامل تقديري مهم، بس إحنا جينا في وضع صعب وفترة قصيرة، لازم نختار هدف واحد اللي هو البطولة الأسمى والأغلى، بطولة سيدي خادم الحرمين الشريفين. مباراة الهلال مباراة مهمة، لكن أنا أعتبرها نقطة من نقاط استعدادنا إن شاء الله لكأس الملك. مباراة كأس الملك حنقاتل أن نكسب فيها للتاريخ. حمد قردبو، صدى الملاعب.